جديد في فير بلاي، مازلنا في انتظار الاتصال من مسؤولين تاع نادي الصفاقسي كما وعدنا محمد الطاهري المكلف بالاعلام في السي اس اس، كما سمعنا رشيد الزمرلي وموقفه من اللي صار البارح بخصوص في مقابله الكلوب والسي اس اس بعد نهايه المقابله من احداث العنف. كيف نحبوا نسمعوا موقف السي اس اس من اللي صار، لكن قبل هذا موجود معنا بالتليفون اسكندر حشيشه رئيس جامعه تونسيه للجودو، نحكيو معاه على تألق تونسي جديد من البطلة التونسية في الجودو نهال شيخ روحو المتوجة بالميدالية البرونزية في بطولة تاشقند للجودو. سي اسكندر اهلا بك. مرحبا بك، السلام ومرحبا مستمعين في مرحبا بك. نباركوا لك ونباركوا لأرواحنا الساعة بالميدالية اللي حظيتها نهال. بالطبيعة مبروك تونس ومبروك الجودو التونسي، نهال شيخ روحو متعودة برفع عديد ميدالياته وسنة معناتها عام اكسيبسيونيل عندها بحق في كل ماستير في الدوحه هزت ميداليه برونزيه، كذلك في الجراند سلام تاع بيدابيست في المجر هزت ميداليه فضيه، وكذلك المره هذه في طشقند عاصمه اوزباكستان هزت الميداليه البرونزيه البارح، كان تالق كبير ياسر معناتها نشوفه نهار في روحه حتى حد ما يجم يشك اللي هي برمي احسن خمسه في العالم ان شاء الله توج. ان شاء الله احنا رياضه الجودو كما تعرف عندها عديد الميداليات العالميه وراب 13 ميدالية عالمية مستناه، وكان في الميدالية الأولمبية إن شاء الله نكونوا في طوكيو 2020 متوجين 2021 متوجين بنيال شيخوخو في أول ميدالية أولمبية لرياضة الجودو والرياضة التونسية خاصة. هو سي اسكندر حبينا تكون معنا نهيل أيضا بالتليفون، للأسف كلمناها يبدو أن في رحلة العودة لتونس هي في اللحظات هذه في الطائرة، على كل نجموا نطمعوا الميدالية الأولمبية إن شاء الله. إن شاء الله تو كما قلت أنت نهيل تو هي والمدرب نتاعها نسلونيفي جايين تو من طشقند، تنجم تتصلوا بها اليوم في الليل ولا غدوه تنجم تلقاوها ان شاء الله تونس. ان شاء الله احنا الناس كل احنا همنا الوحيد الكل هو والوزاره زاد ما تقصرش، اللجنه الاولمبيه كذلك قاعدين معناتها حاطين كل الامكانيات على نهار شكروها، وكذلك الجامعه كما تعرف الرياضات الفرديه صعيبه ياسر، باش تلقى عده ابطال عالميين والاولمبيين في الرياضات الفرديه في بلاد اللي ما عندهاش سياسه نتاع الرياضه مالوريزمون. بالحق احنا نقولوا ان شاء الله الدوله نتاعنا وان شاء الله الحكومه نتاعنا يولي عندها نتاع سياسه نتاع الرياضه، تشوف العالم التونسي يرفرف في جميع انحاء العالم. احنا الحمد لله اذا كنا نلقى واحده عندها الامكانيات ولا واحد هاكا نميل الباكي على الاخر معاه، وان شاء الله نتوجوا ميداليه اولمبيه 2021 ان شاء الله. الشارع التونسي ما يتبعش برشا الجودو سي اسكندر، لو كانت حط لنا البطوله هذه في الاطار نتاعها شنو هي بالضبط البطوله هذه نتاع تشقنت؟ والله كما تعرف عن الاتحاد الدولي راه عنده كما في رياضه التنس، فما في رياضه التنس اتي بي واحده كما ترى قبل الجراند سلام، ثم الجراند سلام ثم الجراند بري اولا اللي هما اقل معناتها بما قيمه 100,000 دولار، معناتها كما تعرف رياضه الجودو تو خذت رواج اخر معناتها ولات كل المقابل كل الدورات فيها معناتها امكانيات هائله للمتوجين. في عهد نحن كنا نلعب ما كانش في الجودو كانت من غير فلوس، معناتها تربح حتى بطل العالم ما تاخذ حتى ما تحصلش على منحه من الاتحاد الدولي، تو في كل الدورات الجراند الجائزه الكبرى تساوي 100,000 دولار، تقسم مقابل 300 مليون تقسم على الفائزين المراتب الاولى والثانيه والثالثه في كل وزن، والجراند سلام ب 154,000 دولار قرابه 400 مليون 400 مليون تونسي معناتها تتقسم على كل، وهذه من الدورات كل جمعه فما دوره في العالم. تو مازلنا كي راهو حتى نهار من طشقند دون دو سومان باش تمشي تبيليسي عاصمه جورجيا، ثم باش تحاول انطاليا في تركيا، كذلك عندها دوره في روسيا، كل الدورات هذوما كلهم يترقاو عندهم نقاط باش تكون انت خاطر كما تعرف ترشح للالعاب الاولمبيه بالنسبه للجودو صعيب 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 برشا، مش كما فما عده رياضات اللي كيف بطل افريقيا تترشح كان يجينا هكايا عندنا نجم نرشح حتى 10 و 15 لاعب بين ذكور واناث، اما رياضه الجودو كما تكونش في ال 16 الاولانيين في العالم بالرانكينج ليست معناتها تكون انت نمره 16 ترشح للالعاب الاولمبيه فوق نمره 16 صعيب ياسر ترشح وما تنجمش تكون مترشح للالعاب الاولمبيه. والنهائي الخامسه نهائي القطعه الخامسه توا نهال توا نهال في الجران في الرانكينج ليست هي توا كي تعديت توا في الثلاثة التاسعة توا اما لازم يلعبوا اما هي كي تلعب التاسعة مش معناتها كي تبدا الأول معناتها راك ديما تربح الأول لا اي بيان سور هي التاسعة تنجم تربح الأولى وتنجم تربح الثانية، اما في كل الدورات في كل جران سلام نشوفوها يا الثانية يا الثالثة مازالت المرتبة الأولى صعيبة برشا برشا، خاطر كما تعرف في الوزن الثقيل اليابانيات معناتها عندهم تقاليد كبيرة كبيرة ياسر في وقت الجودو، كذلك معناتها الروسيين معناتها نهال البوست كلاسيك ديما الثالثة والثانية إن شاء الله. شنو هي طموحها؟ شنو هي طموحها؟ شنو هي طموحكم أنتم كجامعة أيضا؟ شنو البروجي حاطينه؟ وين تحب توصل؟ احنا الطموح نتاعنا ميدالية مهما كان لونها، ميدالية أولمبية، ميدالية أولمبية تقعد في تاريخ الرياضة في تاريخ الجامعة وفي تاريخ اللعب، برونزية ذهبية
الفضيه اللي يجي لونها باهي للجيدو التونسي، راه مش بالساهل بالحق الجيدو من اصعب اصعب الرياضات كما قلت لك، راه باش تترشح يلزمك تكون نمرو 16 اما عالميا مش غريب علينا التالق في الجيدو، سواء حتى قبل معك انت ولا انيس لونيفي كيف كيف، مش غريب علينا التالق في فيصل جبر الله زاده. صحيح وصلنا المراتب العالميه صحيح، خاطر احنا عندنا التقليد في الجيدو، وباهي في الجيدو في تونس هذا خذيت من الاول المدرسه اليابانيه وجبنا دي مدربين يابانيين وحقنا صغار كانوا يدربوا فينا، هذاك علاش عندنا نيكول جابونيز في تونس، وراس الجيدو صحيح ما عندهاش معناتها شعاع كبير برشا في تونس كما في فرنسا ولا في اليابان ولا كل شيء، المهم الناس اللي قاعده البراتيك في راس الجيدو ناس مغرومه، واللي احنا نلقاو فيه الغرام هذاك هو اللي نحطوا عليه الباكو كما نقولوها ونعطيوها الامكانيات التامه، خاطر بالحق ما تنجمش اللي تشوف في فرنسا تو ما تسمع كلمه ديريناش في فرنسا، ما تسمع كلمه ديريناش شامبيون دي موند، ما تنجمش تلقى فرنسا كان بكل الامكانيات ما عندهاش 10 كيما ديريناش، هذاك علاش كيشدوا في واحد اذا كان يبدا واحد عنده دويه ولازم يكون غدو بطل، الناس بلاد كامله تعاونوا كما تعطي الامكانيات، هي كانت كما قلت انت تعدينا احنا تعدى نيس النيفي تعدى فيصل جاب الله نشكروه ان شاء الله، كل مره لازم يكون عندنا في الاربع سنوات تاع الحضور احنا اسم اللي يجم يتالق في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه، شكرا لك سي اسكندر على دخلك معنا، بالتوفيق لكم كجامعه ايضا بالتوفيق النهائي الشيخ روحوا في المسابقات القادمه. هكا نكملوا في البلاي اليوم، كان بودنا يكون معنا شكون من السي اس اس بالطبيعه باش نحكيوا عليه يرد على الكلام، معناتها نسمعوا في وجهه النظر نتاعو من الكلام اللي قالوا ايضا رشيد الزمردي باش يكون معنا زوج اطراف موجودين. ان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه القادمه، شكرا لمنال السيسي في الاخراج، ايضا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي، ايضا محمد بسعيدي اجمل تحيات اسلام.